نذهب إلى الكويت، وهناك أصدرت شركة النفط بياناً عن الحادث الذي أسفر عن 15 شخصاً مصرعهم وجرح 2 آخرين إثر تصادم حافلتين لنقل الركاب على طريق الأرتال حمود. هذا وأوضحت أن الضحايا 5 مصريين و7 هنود و3 باكستانيين، فيما أصيب شخصان آخران أحدهما هندي والآخر كويتي. وأعلنت شركة نفط الكويت أن الحادث وقع بين حافلتين تسيران بالاتجاه المعاكس تنقلان عددا من موظفي شركتين للمقاولات. إذن معنا من الكويت الزميلة إسراء جوهر مراسلة NBC هناك. إسراء، هل من معلومات أوفى عن هذا الحادث؟ نعم، بالفعل حمود، كما ذكرت الحادث المأساوي الذي وقع أمس تداعياته لا تزال حتى اليوم. شركة النفط أصدرت بيانا رسميا اليوم ذكرت فيه أن الحافلتين كانتا تنقلان عمالا يشتغلون لدى شركات مقاولة تعمل لدى شركة النفط. هؤلاء العمال كانوا في نهاية يوم عملهم عائدون إلى أماكن سكنهم. الحادث وقع في طريق الأرتال، وشركة النفط يعني وعدت بفتح تحقيق لمعرفة تفاصيل وملابسات هذا الحادث. الضحايا كما ذكرتم هم 15 ضحية، معظمهم من الجالية المصرية والهندية والباكستانية، وهناك أيضا مواطن أصيب وهو في العناية المركزة. الحادث كانت هناك ردود فعل نيابية اليوم، الكثير من يعني النواب طالبوا بتوضيح أو صيانة طريق الأرتال الذي وقع عليه هذا الحادث، خصوصا أنه يشكو من عدم إنارته جيدا خاصة في المساء، وهو ما يتسبب في عدد من الحوادث، خصوصا أن هذا الطريق يستخدمه يعني عمال شركة النفط وبعض المواطنين. أيضا كان هناك تعزية خاصة من أمير البلاد إلى أسر هؤلاء الضحايا، وهناك أيضا كثير من المواطنين يعني تداعوا في وسائل التواصل الاجتماعي إلى تقديم يد العون والمساعدة لأسر هؤلاء الضحايا، خصوصا أن معظمهم كانوا يعني مغتربين جاءوا هنا لطلب الرزق، وهم من العمالة يعني التي كانت تعمل في شركات النفط. نعم، هل من معلومات أكثر عن حالة المصابين إسراء؟ نعم، الحادث كما ذكرت هو في طريق الأرتال، هذا الطريق يعني حتى الآن شركة النفط توعدت في فتح تحقيق. نعم. ولكن على ما يبدو أن الحادث وقع بين شاحنة يعني حافلتين كانتا تقلان العمال، وأيضا ما يفتح باب التساؤل إضافة. نعم. إلى أن الطريق يعني غير مجهز بالإنارة، أيضا هناك أيضا أثيرت تساؤلات قد يكون صدر حول منح سؤالي عن رخص القيادة أكثر. إسراء، سؤالي عن حالة المصابين حتى هذه اللحظة. نعم، ذكرت لك أحد المصابين، اثنان منهم أحدهما مواطن يرقدان في العناية المركزة، البقية يعني كانوا في المستشفى، والضحايا طبعا كما ذكرت يعني الوفيات تنوعت بين الجاليات المصرية والهندية والباكستانية. نعم، إذن زميلة إسراء جوهر مراسلة NBC من الكويت، شكرا لك.